يخص المسلمين. التطويل هو اعتراف الكنيسة الكاثوليكية لرجال الدين الكاثوليك بأنهم شهداء، ومعيار ذلك عندهم أن جميع رجل دين مسيحي كاثوليكي يقتل وهو يقوم بواجبه فهو شهيد. عدد هؤلاء هم 19، منهم أسقف وهران السابق، ومنهم 7 رهبان الذين كانوا في تبحيرهم، ومنهم راهبات أخريات كانوا يعيشون في الجزائر. وافقت الدولة الجزائرية على التطوير. التطوير تقوم به الكنيسة وهي التي تشرف عليه، وهذا يزيد من قدر الجزائر لأنها بلاد تحمي المسيحيين الموجودين على أرضها. وقلت من قبل وأكرر باسم الحكومة الجزائرية أننا لا نرى إلى الجزائريين على أنهم مسيحيين أو غير مسيحيين، فلا يوجد عندنا أقلية مسيحية، ولكن توجد عندنا جالية مسيحية نحترمها ما دامت تحترم قوانين الجمهورية. وهؤلاء طلبوا رسميا من الدولة الجزائرية، والدولة الجزائرية وافقت على هذا التطوير، وسوف يكون يوما نعلن فيه للعالم بأننا لسنا ضد أحد، ولكن لا نريد لأحد أن يخرب علينا ديننا ووحدتنا.